يا كريم، يعني شفنا ملامح السعاده على وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ورئيس بعثه الفريق في رحله المغرب. ابرز الكلمات اللي وجهها للاعبين عقب المباراه كانت ايه؟ الحقيقه طبعا كان مشهد رائع جدا ومميز. يمكن على طول اول ما انتهت المباراه الكابتن الخطيب استمع بلعيبه النادي الاهلي، حياهم واشاد بيهم وقال لهم انا بحييكم على الروح الكبيره اللي انتم لعبتوا بيها في ظهركم. 100 مليون جمهور من النادي الاهلي بينتظركم، منتظر الفرحه دي، منتظر السعاده دي. كلمهم وقال لهم خلاص كالعاده ده كلامي على طول معاكم، اول ما بتخلص المباراه انتهى خلاص الامر، بنبص للي بعديه، عندنا لسه مهمه ثانيه وهي 90 دقيقه. الفرحه بتاعتنا هتكون بسيطه كعاده النادي الاهلي، نركز في الفتره اللي جايه ان شاء الله، ومع الروح الكبيره اللي انتوا لعبتوا بيها في المباراه ومع الاصرار ده ان شاء الله باذن الله تكون البطوله من نصيب النادي الاهلي. ده الكلام اللي قاله كابتن محمود الخطيب لكل لعيبه النادي الاهلي، وحتى لعيبه النادي الاهلي كانت في غايه السعاده والجهاز الفني كان في غايه السعاده. كابتن الخطيب كمان هنى فيستون وسيماني على ادارته الفنيه الرائعه والمميزه لهذه المباراه. كلمات بتكون مؤثره بشكل كبير، رسالته بتكون مؤثره ما بيكون متواجد الكابتن الخطيب. يا رب ان شاء الله على طول الكابتن الخطيب يكون متواجد بقى مع لعيبه النادي الاهلي سواء داخل مصر او خارج مصر، لان ان شاء الله باذن الله الفرحه بتكون موجوده لكل جمهور النادي الاهلي. يا كريم، في الحقيقه انا عايز اشكرك انت ومدير التصوير طبعا زميلنا العزيز احمد يحيى من خلال المجهود الكبير جدا جدا، وعايز اشكركم على المجهود الرائع اللي بذلتوه في رحله المغرب.